قسما بكل مدرج بدمائه، قسما بتراب الأرض ممزوجا دما، قسما بعزة شامنا وجلالها وجمالها، قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشآم بما أراد. ضد من كل هذا الرصاص؟ ضد الشعب والجيش العربي السوري. أعلن إمام مسجد بلال بن رباح أن وزارة منطقة القصير السورية وعاد إلى لبنان، وفي الصورة يظهر الأسير إلى جانب مقاتلين تسلل إلى منطقة القصير على ما يبدو للعيان. الإرهابي أحمد الأسير على أراضي الجمهورية العربية السورية بالصوت والصورة، يحمل السلاح إلى جانب العصابات الإرهابية المسلحة بوجه من؟ بوجه الجيش العربي السوري. الإرهابي أحمد الأسير ومن يدعي بأنه إمام جامع يطلق لحيته ويحمل السلاح في صورة غير متجانسة أيها الشيخ، فتلك اللحية للجامع وليست لقتل الجيش العربي السوري وقتل الشعب العربي في سوريا. الإرهابي أحمد الأسير ماذا تريد؟ في عام 2012 اعتصام تنفذه لغاية نزع سلاح حزب الله المرفوع بوجه الكيان الصهيوني، والآن في سوريا على تربها الطاهر ترفع سلاحك بوجه الجيش العربي السوري المدافع عن طهر هذه الأمة. أحمد الأسير الإرهابي غير مرغوب بك على أرضنا، يقول لك السوريون. قسما بصادق وعدنا بطول الصبر أفرغه علينا الله، أودع في ضمائرنا وأجرى في سواعدنا من سر أسماء له معنى العزيز المقتدر. قسما سنأخذ من أراد بكيده غدر الشام بما أراد، قسما بذاك ونحن الصادقون.